السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا بقى نعمل وصفة ميني بيتزا كده حلوة جدا، تنفع فطار وغدا وعشاء، وبعدين حلوة قوي في اللانش بوكس للأطفال في المدارس. حشوات كتيرة كده ممكن تحطوها، وكمان عجينة كلها يعني مغذية جدا وكلها حاجات مفيدة. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما ابتدي الفيديو، يا ريت تشتركوا معايا في القناة، ما تنسوش تفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اول حاجه انا جبت كيلو من الدقيق، وبعد كده حطيت عليه معلقه من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وبعد كده عندي بقى هنحط معلقه نص معلقه كده من الملح، وبعدين عندي حوالي كده 3 4 معالق من زيت الزيتون، بيخلي ريحه العجين حلو قوي. لان هحط لكم هقول لكم دلوقتي هنحط كمان بيض، فعشان ما يبقاش فيه ريحه زفاره خالص. وبعد كده عندي بقى علبة زبادي مش صغيرة، حاجات كلها مغذية جدا، وبعدين بتخلي العجينة بقى كده طرية وهشة قوي وطعمها حلو قوي. وبعد كده نزلت بالبيضة بقى، ممكن نحط اكتر من كده بس انا اكتفيت ببيضة واحدة. طبعا البيضة بتدي هشاشة للعجينة برضو حلو قوي. وبعد كده عندي بقى نعجن بلبن، او نعجن طبعا حليب او مية براحتكم، او ميكس بين الاتنين، بس انا بفضل طبعا ان انا اعجنها بحليب بس، لان ايه هديها الاطفال في المدارس، فيبقى لازم ايه يبقى فيها غذاء كتير يعني. فبعجن بقى ايه بالحليب كلها، وهبتدي بقى اعجن كده لحد العجينه ما تتلم معايا، وبس مش عايزاها تبقى طريه قوي يعني، اقدر اتحكم فيها وافردها بسهوله، وفي نفس الوقت ما تلزقش معايا كده. العجينه اتعجنت معايا كويس جدا، هبتدي بس هي كده لسه عايزه شويه عجن، شويه صغيرين كده يعني، مش هنزود اي حاجه تانية، هنعجنها بس كويس لحد ما تبقى قوامها كده حلو. وبعد كده اغطيها واسيبها بقى على جنب شويه لحد ما تتخمر كده. اتخمرت معايا، اجيب بقى العجينه بتاعتي هقسمها بقى لاجزاء كده على قد ما هقدر افردها، يعني انا قسمتها على 4 اجزاء، وهبتدي اخد بس شويه من الدقيق بالشكل ده، افرد بس الرخامه بتاعتي، وهفرد بس قطعه العجين بتاعتي كده شويه، يعني كل كرة ناخدها كده نفردها شوية ونركنها على جنب. دي بتسهل معايا عملية الفرد، لما بنيجي نفردها بقى ونقسمها ونشكلها بتبقى سهلة معايا، يعني بنسيبها ترتفع شوية كده. كده بقى عملت الكمية اللي عندي كلها بنفس الطريقة، هعملها بقى اغطيها شوية كده واسيبهم بقى على جنب شوية، يعني لمدة 3-4 دقايق كده لحد بس ايه ما ترتفع شوية معايا. وبعدين نبتدي بقى نفردها. اهم حاجه ان احنا بقى في الفرد ده، دي حاجه ترجع لكم، لو انتوا حابين البيتزايه معاكم رقيقه هتغرقوها، لو حاسين ان انتوا عايزينها تبقى منفوشه كده يبقى انتوا اعملوها ايه تخينه شويه، دي حاجه ترجع لكم بقى. وبعد كده جبت كوبايه بقى، اهم حاجه ان احنا نبل الكوبايه بس شويه بالدقيق كده، وبعدين نقطع، شايفين انا بحطها شويه في الدقيق، وبعدين نقطع بالشكل ده شكل دوايره، واي شكل عندك بقى حابه تعمليه. وهلم العجينه اللي طالعه دي تاني وعجنها تاني، هفردها تاني. وبعد كده بقى عندي صاج بقى دهنته شويه من الزيت، وافرد فيه واحط فيه بقى الدوائر اللي عندي دي او البيتزايات الصغنطوطه دي كده، بقى رصيتهم في الصاج. وبعد كده بقى نجيب صلصه بيتزا او كاتشب او اي حاجه بقى بتحبوها. صلصه البيتزا عباره عن ايه، هنجيب صلصه طماطم، وبعدين عصير طماطم، وهنحط عليه 3-4 فصوص من الثوم، معلقتين من زيت الزيتون، معلقه من الريحان، وبعد كده عندي الملح بتاعي، احط الملح بتاعي، ولو حابين تحطوا زعتر ممكن نحطوا زعتر، وبنسيبه على النار بقى لحد ما تتسبك خالص وتبقى جاهزه عندي، ونسيبها تبرد طبعا قبل ما نحطها على العجينه. وبعد كده حابين بقى التوبنج ده بقى اختياري، حابين تحطوا بقى فلفل الوان، فلفل اخضر، ممكن بقى نحط زيتون شرايح، ممكن نحط يعني عايزه اقول لكم سلامي، لانشون، عندكم حشوات كتير قوي، ممكن كمان نحط قطع فراخ متشوحه او لحمه متعصجه، انتوا حابين بقى اللي ولادكم بيحبوه بقى عشان المدارس حطوه بقى، يعني حاولوا بقى تختاروا الحاجه اللي ولادكم بيحبوها وحطوها. بعد كده حطيت بقى جبنه موتزاريلا او ميكس جبن، واحطها بقى على في الفرن بقى الاول. قبل ما احطها في الفرن هنسيبها بقى على شويه كده ترتفع شويه معايا، يعني لمده 10 دقائق كده ولا حاجه لحد ما تبتدي تخمر معايا شويه. وبعد كده حطيتها في الفرن بقى على درجه حراره، لان هي مش هتاخد سوا لحد بقى ما تستوي معايا، وطبعا شغلت المروحه لحد ما اشتغل اما استوت معايا واخدت اللون الجميل ده.
ولو حسيتوا ان هي اخدت من تحت لون طبعا حطوها على الشبك من تحت، وبعد كده لو حسيتوا ان هي عايزه بقى خلاص اخدت لون من تحت وعايزين تحمروها بنرفعها لفوق ونشغل الشوايه عشان تتحمر معايا بسرعه وتطلع على طول ما تنشفش منك في الفرن. شايفين ما شاء الله طالعه طريه جدا وهشه وطعمها لذيذ قوي. يلا بقى جربوها وقولوا لي رايكم. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وكل سنه وانتم طيبين واولادكم بخير يا رب دايما، وانتظروني في وصفات كتير للمدارس. السلام عليكم.